السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده أن يتقبل منا ومنكم جميعا صيام نهار رمضان وقيام لياليه وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يحبه ويرضاه. رمضان معظمه قد ذهب، وما بقي منه من ذهب، بقية العشر الأواخر التي تحتضن الليلة المباركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها احتفاء بنزول القرآن الكريم على قلب النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الكريم الذي نزل بمكة المكرمة، وأبى الله تعالى إلا أن ينشر نوره وهداه عبر أصقاع العالم، وصل القرآن الكريم إلى كل عواصم العالم، خرج من غار حراء ووصل إلى الآفاق، وهذا وحده إعجاز رباني على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قداسة القرآن الكريم. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى سوف تكون متميزة، سوف نستضيف من خلالها نخبة من الدعاة والأساتذة والنشطاء في الحقل الديني ببلادنا. هو حوار ديني دعوي مع نخبة من شباب الأمة من أهل المغرب. وكما تعلمون فإن مواقع التواصل الاجتماعي صارت لها أدوار كبيرة في التفاعل مع كل المستقبلين، وهناك الحمد لله في الجانب الدعوي والديني في بلادنا هناك نشأة لنخبة من الشباب الأجلاء الذين ينهجون نهج الوسطية والاعتدال، وعندهم فكر رباني وتصور نوراني يشيعونه بين الناس. نسعد اليوم باستضافة نخبة منهم، ونذكر من بينهم الفقيه والداعية الكبير الأستاذ ياسين العمري، وكذا الدكتور فايز زكريا المختص في علوم القرآن، وكذلك الدكتور نبيل الغمري وهو مختص في الاقتصاد الإسلامي، وأيضا معنا الأستاذ يونس ريحان وعبد الرحيم الكامل ويوسف الوردي، هذا الداعية خارج أرض الوطن مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء في أوروبا أو في أمريكا، وكذلك معنا الداعية المتميز عبد الصمد مرداس الخطيب والناشط الدعوي، وكذلك معنا الناشط في مجال التواصل الاجتماعي العربي بصير شقيق اللاعب الكروي الكبير صلاح الدين بصير. هؤلاء كلهم نخبة وغيرهم كثير ناشطون على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون الدعوة إلى الله بالكلمة الطيبة وبمنهج وسطي معتدل اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما تقرر عند علماء الأمة. فسعداء باستقبال هذه النخبة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم صالحين مصلحين طيبين مباركين. نبدأ بأولهم مع فضيلة الأستاذ ياسين العمري.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مولاي الطيب. أهلا أهلا وسهلا سيدي ياسين، رفع الله قدركم مولاي الطيب، الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك سيدي ياسين العمري، احنا سعداء باستقبالك على إذاعة ميد راديو، ونتابعك الحمد لله على 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 اليوتيوب ما تقدمه الحمد لله من 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 نصائح ومن إرشادات ومن مداخلات في إبانها في حينها ومؤثرة للشباب، خصوصا الشباب الجامعي في الجامعات الحمد لله عبر المغرب كلهم يتفاعلون معكم تفاعلا متميزا. وكيف جاءت الفكرة ديال أنك تبدأ في العمل الدعوي خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الله يكرمكم. المسألة ديال رسالية الدعوة ورسالية هذا الدين هو الذي يعطيه قوته كلها. فبداية المسألة يعني أن الإنسان صار يحمل الهم الدعوي على الأمة، فوفقنا الله سبحانه وتعالى بسبب عدد من الأحبة والإخوة والأصدقاء الذين يعني جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لهداية هذا العبد الضعيف، وإلا كنا كما يعلم كل أحبتنا الذين عاشرونا منذ الصغار والصبا وكذا، كنا احنا كنقولوا بالدارجه الشعبيه دابا حنا راه يعذرون الناس راه داخلين عندهم البيوت ديالهم في هذه الليله هذه عبر الاذاعه الطيبه ديالكم مولاي الطيب. بارك الله فيك. داخلين عندهم البيوت فنكلم الناس بكلامنا احنا المغاربه. سيدي ياسين اذا سولناك في هذا العمل الدعوي ديالكم كتسعوا فيه الحمد لله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي الاولويات التي تسعون الى زرعها في قلوب الناس؟ المجتمع المغربي على وجه الخصوص ماذا يحتاج في الدعوة الإسلامية؟ ما هي الأمور التي هي الناس متعطشين إليها وتسعون لنشرها بين عمومهم؟ الله يرفع قدرك، سؤال جميل وكبير في نفس الوقت. هو ما تحتاجه الأمة تحتاجه إلى الكثير، لأن اللي كان جون شوفوا الشريعة الإسلامية والرسالة اللي نزلها الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، أرغنجون شوفوا غلقوق لنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني الشريعة تريد من الإنسان أن يسير كله وفق منهج الله سبحانه وتعالى مقتفيا أثر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما تحتاجه الأمة، الأمة تحتاج للكثير، لكن من باب كل ميسر لما خلق له، ومن باب أن الأنوار في الدعوة إلى الله بفضل الله سبحانه وتعالى لا تتزاحم، فكل واحد يشتغل على الجانب الذي يرى أنه يمكن أنه يعطي فيه. الجانب الذي شخصيا يعني وسأل الله عز وجل فيه التوفيق والسداد هو جانب إعادة إحياء هذا الوعي برقي الرسالة الإسلامية. لا يخفى على شارف علمك مولاي الطيب، يعني ما 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 قد تعرضت له هذه الشريعة الغراء، مش أقول لكم منذ سنوات بل منذ قرون، منذ بداية أزمنة الانحطاط والتخلف التي عرفتها يعني الأمة الإسلامية، بدأت الضغوط تمارس على المسلمين لكي ينسلخوا من هويتهم. فتجد الرجل مسلما مصليا صائما، لكن في نفس الوقت قناعاته قناعات مخالفة لتعاليم الإسلام. والإشكال هو أنك تجده أنه عايش يعني بواحد نوع من العادية في الأمور، أنه راه الدنيا هانية ماشي مشكلة أن يدخل، ماشي مشكلة أن يدخل المخدرات، وخا هو تيصوم رمضان، وماشي مشكل أنه يكون تيصلي ويحضر للحفلات الماجنة التي لا يرضاها الطبع قبل الشرع، وماشي مشكل أنها تكون مثلا تتصدق لكنها سافرة في لباسها مثلا. فهذه المسألة هذه أنا شخصيا أجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأسأل الله التوفيق والسداد أن أعيد إحياء الوعي بالمرجعية الإسلامية ديال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، بمعنى أنه الإنسان يرجعت للمرجعية دياله هي الإسلام، وعود بدي يفكر كمسلم، وتولي المنطلقات دياله مسلمة والأهداف دياله مسلمة، ويسعى لرضا الله سبحانه وتعالى. لذلك تجدني في كثير من كلامي يتحدث عن قضية الوعي، هز الوعي، حط الوعي، جيب الوعي، ادي الوعي. والوعي إن شئنا يعني تفسيره بشكل مقتضب ومختصر جدا، هو أن يدرك الإنسان مصلحته
بحسب المرجعية الإسلامية فيسعى إليها، ويدرك المفسدة التي تضره دائما بحسب المرجعية الإسلامية فيتفادى تلك المفسدة. هذا هو الوعي اللي احنا تنقلب عليه. لاحظت في بعض أنشطتك الحمد لله على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا قبل رمضان، كنت تركز على قضية التوبة وقضية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة طيبة تجعل كل من يستمع إليك يراجع نفسه. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه التوبة؟ الله المستعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. الله يسر علينا وعليك هذا الأمر، هذا والدم ولي الطيب. الجميل في هذا الدين أمولي الطيب هو هذا الجانب الواقعي دياله، يعني الله عز وجل وهو يخاطبنا كيقول لنا دخلوا لسلك الاستقامة، وحنا كنقولوا اهدنا الصراط المستقيم، كيقولنا دخلوا في سلك الاستقامة. الله سبحانه وتعالى يعلم منا أن الضعف هو صفة لازمة لنا، احنا فينا الضعف، فينا الضعف، تنضعفوا قدام المال، وتنضعفوا قدام الشهوة، وتنضعفوا قدام الخواطر، وتنضعفوا قدام مجموعة من الأم. فالله سبحانه وتعالى تيقول لنا وانتم غادين في سلك الاستقامة راه غادي نطيحوا. قال الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة للمتقين، رجعنا لكم من المتقين. ثم جعل يسرد أوصاف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هادو متقين محسنين منفقين كاظمين عافين، بقى شوية ويوليو ملائكة. هو يجي من وراها مباشرة فأردفها بالجانب الواقعي وبضعف البشر. فقال والذين، احنا باقين في العطف، باقي الأوصاف وباقي الاسم الموصول يعطفه، يعني أوصاف المتقين بعضها على بعض. يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يا سيدي ربي الله كنت تقولنا في القرآن العافين والكاظمين وكذا، واش ممكن؟ أيه راه ممكن يطيح ويطيح طيحة خيبة، الله يعافي الجميع، ولكن كيبقى الباب ديال الخير وباب التوبة وباب سيدي ربي مفتوح. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. الآيات من سورة آل عمران. الحمد لله أحب اللي كيتصمتوا نرى راك عرفوا الآية الطيبة. والكلام عن التوبة يعني يملأ القرآن الكريم، بل أصل قصة خلق الإنسان بدأت بتكريم ثم بمعصية ثم بتوبة ثم باجتباء واصطفاء. الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا بعد غير أن الله اختار أن يخلق هذا الإنسان، هذا أول مظهر من مظاهر التكريم. ثم بعد ذلك قال في الآية الأخرى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، التكريم الآخر، فقعوا له ساجدين. والتسوية كانت بيدي، قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. شو شحال ذي المظاهر التكريم. وعلم آدم الأسماء كلها للتكريم، يعني وعلمه ما لم يعلم الملائكة. وسط هذا الشيء كله وزادوا تكريم آخر، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ومن تكريمه أن جعل دائرة الحرام ضيقة جدا على خلاف ما يروج ويسوق، ودائرة المباح واسعة جدا. قال لي حيث شئتما، وجل الحرام قال لي ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة هي اللي حرم عليه الله عز وجل. ومع ذلك من اللي جاء الشيطان أغواه زين له وسوس له بحسب الآيات والسياقات اللي كتختلف في القرآن الكريم، وعصى آدم ربه فغوى. غلط سيدنا آدم عليه السلام بنص وصريح القرآن الكريم، وقع في المعصية. فبقى سيدنا آدم يتحرق، لأن قبل آدم عليه السلام ما شافش، سيدنا آدم ما شافش واحد اللي غلط وتاب، يعني باللغة ديال الآلات الإلكترونية المود دومبلوا، كيفية الاستعمال، كيفاش ندير إلى غلط، هذه ما شافهاش سيدنا آدم. إذا ما عندوش كيفاش يدير يرجع. لك أن تتخيل مولاي الطيب في حالة المعصية مع كل هذه التكريمات الربانية كيف يكون إحساس آدم بالحياء والحرج من الله سبحانه وتعالى، وهو باقي ما عندوش التوبة، باقي ما تعلمهاش ما خداهاش. إذا الحرج والضيق، يعني تخيل معي الصدر، وهكذا يكون الصدر العاصي الذي يريد أن يرجع إلى الله، غير هو مسكين ما تعرفش الطريق.
هنا فين يبقى لعب عليه الشيطان وتبقى شادوه ومكبلوه في باب المعصية. فنحن نجتهد أن نفتح له الباب الذي فتحه الله لآدم في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هو التواب كثير التوبة على كثرة معاصي العباد، الرحيم، وأن توبته على العباد من رحمته بالعباد مش من الاستحقاق ديالنا. وجاء في بعض التفاسير فيما يتعلق بسورة الأعراف قالوا الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله القلب اللي قال هذه الكلمات كيفاش كان محتاج لها مولاي الطيب. نضرب دائما نفس المثال، بحال واحد الأرض جدباء شي 3 ولا 4 ولا 5 سنوات ما طاحش على قطرة ديال الماء، وتخيل معايا جات السحابة صيفطها الله عز وجل وتجمع داك السحاب فصار كامل فترى الودق يخرج من خلاله ملي تم جاي هابط ديك الشتاء. تخيل معايا الشوق ديال ديك الأرض لهذيك الأمطار وبقى ما مساتهاش، وداك نزل التوبة على برد العاص على قلب العاص. الحمد لله. سياسي الى شفنا حنا هادشي اللي حنا تنجتهدوا فيها مولاي الطيب، غير نقولوا للناس رشيد ربي كريم ولكن غير جوع. بأجرة سيدي ياسين معنا المكالمات كثيرة. ألا ترون بأن في أزمة الكورونا أن رغم ما تحمله من سلبيات أن في طيتها إيجابيات، ومن بينها هو واحد نزعة للتدين صارت تطبع مجتمعاتنا رغم إغلاق المساجد؟ هناك البيوت صارت مساجد والناس صاروا أكثر تدينا وإقبالا على القرآن وإقبالا على الدعوة إلى الله، أو ما ورأيكم في ذلك؟ الله يكرمك مولاي الطيب، هذا ملمح جميل جدا، هذا يشهد له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه المسألة هذه المؤمن تيشوف فيها المنح، مثلا راه حتى كان الراجل في رمضان تيسالي تيفطر إلى آخره، تيقول مولاي الدار جزاكم الله خير على الفطور وكذا، تيزريبية ديالو تيمشي للجامع تيصلي العشاء تيصلي التراوح، وهذا راه باقي الأثر ديالو عنا يعني لازلنا نحتاجه. لكن عندما يفرض عليك واقع معين تجتهد في أن تستخرج المنحة من المحنة، ما نقاش نجلسوا تنبكي ونلطموا في الخدود، هذاك موضوع هذاك كلام آخر. فكيخرج الراجل هو مشي يصلي، أيوا مولاي الدار ما شكون بقى معاهم؟ شكون اللي غيجتهد معاهم؟ شكون اللي غيتحرك معاهم؟ فدابا ملي ولات القضية بحال هكا وليتي تتصلي العشاء ماشي في البيت، فتحرك الإيمان داخل أهل بيتك، الوضوء اللي أنت توضيتي، أجاب أنت صليتي، السوجة لا بلاتي نغسل الآن، خلي دوك المعلات أجي نصلوه بعدا مع بعضياتنا، وندعو الله ونطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لنا وكذا إلى آخره، ومن بعد ماشي مشكل ممكن نتحركوا في حاجة أخرى. من بين المنح على المستوى الاجتماعي، على المستوى مثلا القلب الإيماني، على المستوى الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة. شحال من راجلها مولاي الطيب كانت يصحب اللي راه القضية ديال إعداد الطعام وإعداد البيت وكذا كان يظنه أمرا هينا، حيث كان يخرج يجي يلقى داك الشيء واجد وعاود يخرج ويجي يلقى الشيء الآخر واجد. أما دابا ولات كتبان ليه المرأة شحال كتدخل الكوزينة، تتبان ليه شحال كتضرب تمارة باش توجد هذه، فولات نوع من الرحمة والشفقة داخل البيوت بين الأزواج. زيد عليها ولا عندنا شوية التواصل أكثر ما بين أهل الأسرة الواحدة. فهذه الأمور هذه يعني إحنا خصنا نعرفوا كيفاش نستخرج المنحة من المحنة في انتظار أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا البلاء حتى نعود لمساجدنا وتراويحنا والاستفادة والاستزادة، ونسأل الله التوفيق والسداد. شكرا لكم سيدي ياسين العمري على هذه الإضاءات، وهذا فقط غيض من فيض، هذه غير قطرات من غيث، وإن شاء الله تعالى احنا بغينا نسمع لكم في داخل الإذاعة على أمل تكون معنا معكم إن شاء الله لقاءات طويلة ومتواصلة حول قضايا وانشغالات الناس في مختلف المجالات. والحمد لله أنتم ممن حباكم المولى عز وجل برؤية ثاقبة وروح ربانية واستدلالات بالقرآن العظيم والسنة النبوية في موطنها المناسب. بارك الله فيكم وزادكم من فضله. بغيناكم سيدي ياسين تختم لنا بواحد الدعوة ديال الخير في انتظار الداعي الثاني الذي هو على الأبواب. واش نقولكم يا طيب، نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح عيوبنا وأن يجبر كسرنا وأن يفك أسرنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه
أن يوفقنا لإدراك ليلة القدر، وأن يوفقنا فيها للعمل بما يرضيه عنا، وأن يتقبله منا على الوجه الذي يرضيه على عباده الصالحين. آمين يا رب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. شكرا لكم الشيخ والداعية ياسين العمري الناشط في الدعوة الإسلامية والذي يعمل في القطاع الجامعي، بارك الله فيكم وزادكم الله توفيقا وتألقا. أمين، وإياكم ولي طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شرفتمونا بهذا الاتصال، نسأل الله عز وجل أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. حياكم الله. أمين. حياكم الله، حياكم الله، شكرا جزيلا. ونواصل أيها الأحباب الكرام استقبال المزيد من الدعاة المغاربة الأجلاء الشباب النورانيين. معنا على الخط الآن من الدار البيضاء الدكتور زكريا فايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الطيب، مرحبا. أهلا وسهلا بكم الأستاذ زكريا فايد، حياكم الله. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم هذه الاستضافة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون إن شاء الله عز وجل عند حسن الظن بإذن الله تبارك وتعالى. سي زكريا فايد من الشباب الأجلاء، تبارك الله، أستاذ جامعي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء بعين شق، ورئيسا للمجلس العلمي المحلي بعين سبع سابقا، وناشط دعوي كبير ومتميز ومتخصص في الدراسات القرآنية. وهذه مناسبة أننا ندردش مع فضيلة الدكتور زكريا فايد حول أعظم حدث وقع في التاريخ، والذي بسببه فرض الصيام، والذي بسببه كانت الأمة وقامت الأمة، إنه حدث نزول القرآن العظيم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. سيدي زكريا، ماذا يمكن أن تقول لنا عن القرآن العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق النفوس فسواها وبشر بالفلاح من زكاها وأنذر بالخيبة من دساها، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذ البشرية من أنساها وبين لها أمور دينها ودنياها. وبعد، بادئ ذي بدء أشكر هذه الدعوة الكريمة منكم سيدي الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى والمستمعين من المستمعين المنتفعين والهداة المهتدين. سيد الطيب، نحسبكم ونزكيكم على الله، اسم على مسمى، الله تعالى يجعلنا وإياكم من الطيبين في الدنيا والطيبين في الآخرة إن شاء الله تعالى، الذين يقال لهم طيبتم فادخلوها خالدين يا رب يا كريم. جوابا عن سؤالكم، لا شك أن ثمة أحداثا يعني كانت في هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان، وكما ذكرتم جزاكم الله خيرا، أعظم حدث كان هو نزول القرآن فيه. وأنا غادي نشير فقط إن شاء الله تبارك وتعالى العلاقة ما بين نزول القرآن الكريم وما بين رمضان وما أدراك ما رمضان. يعني دعونا أيها السادة المستمعين والمستمعات نذكر بأن الأمر هنا يتعلق باصطفاء، سواء في رمضان اللي هو الشهر المعظم، أو في القرآن الكريم اللي هو كلام الرحمن جل وعلا. الله عز وجل هو خالق الزمان والمكان، وله أن يصطفي من الأزمنة ما شاء. إلا تأملنا في رمضان من حيث كونه مدة زمنية، كنقولوا 29 يوم أو 30 يوم، أو حتى من حيث أيامه مثلا 2 و 3 و 4 و 5 هي الأيام الأخرى، والشهر هو الأشهر الأخرى، يعني رجب وذي القعدة ومحرم وربيع الأول وغيرها من شهور العام. لكن ربنا عز وجل لما اصطفى هذا الشهر واختاره من سائر الأزمنة من سائر الأشهر، كان بذلك هو سيد الشهور. فربنا عز وجل له أن يعظم من الشهور ما شاء، فعظم رمضان، فإحنا الواجب علينا أن نعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى.
ثم يزداد هذا الشعر عظمة وجلالا بنزول كلام الرحمن جل وعلا فيه. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى من أسمائه جل وعلا العظيم، والعظيم كلامه لا يكون إلا عظيما. إذن حري بنا الحقيقة أن نهتم بكلام العظيم في سائر شهور العام، ولكن العناية بالقرآن في شهر رمضان تكون آكد وتكون أعظم، ونكون إليها أحوج، ويكون لها عظيم الأثر. والمقصد من وراء ذلك، وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، المقصد من وراء ذلك كما يقول العلماء أن يشع نور هذا الاصطفاء في سائر شهور العام وأيام العام، لأن نحن مطالبين باش نعبدوا سيد ربي ماشي في رمضان فقط، وما نقراوش القرآن الكريم فقط في رمضان. رمضان فرصة ومناسبة ومدرسة كنتعلموا فيها قيم وأخلاق ومعاني إن شاء الله تبارك وتعالى بنية أن نستديمها وأن نثبت عليها بعد رمضان. ما يكونش الحال ديالنا حال تلك المرأة الخرقاء التي مجرد ما في خروج رمضان كما يقال تعود حليمة إلى عادتها القديمة كما أخبر بذلك القرآن في سورة النحل عنها. لا، خصنا نحرصوا باش أنه رمضان تأخذ منه فرصة نصالح مع الله تبارك وتعالى، نتوب إلى الله بإذن الله تبارك وتعالى، ومن مقتضيات التوبة أن نتوب إليه جل وعلا من هجرنا القرآن. لأن كثير من الناس كتلقاه ربما يعني في غير رمضان هاجر للقرآن، بدءا بتلاوته ومرورا بتدبره وانتهاءا بالعمل به والتخلق بأخلاقه. كيجي رمضان الحمد لله كتكون فرصة أنه كيرجع كيتوب إلى الله تعالى، كيولي ما شاء الله ويستكثر من الختمات في رمضان. ولكن بأي قصد ينبغي أن يكون هذا الاهتمام وهذا الاجتهاد في هذه الطاعة أو تلك؟ والأمر هنا يتعلق بالقرآن الكريم، بقصد أن نثبت على هذا الخير بعد رمضان. فرمضان فرصة كما لا يخفى عليكم تصفد فيها الشياطين وتفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران. احنا ما بغيناش إخواني، الله يجزكم بخير، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى خاصة في رمضان في مدرسة التقوى. فمدرسة التقوى نتعلمها من خلال الصوم، ونتعلمها من خلال القرآن، لأن القرآن هو الذي يدعونا إلى التقوى. لهذا فضيلة الدكتور زكريا، فضيلة الدكتور زكريا، لكي نعظم شعائر الله تعالى في قلوبنا علينا أولا أن نستوعب حقيقة القرآن العظيم، ونقف عند بعض وجوه إعجازه حتى نعظم شعائر الله تعالى. فهناك بعض الناس ربما يقرأ القرآن ولكن لا يدري بعد ما هي قيمة هذا القرآن. لو حدثتمونا عن بعض مظاهر الإعجاز في هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين حتى نعظم شعائر الله تعالى، بعض مظاهر الإعجاز اللي تخلي الإنسان لما يسمع القرآن تهتز فرائسه ويشعر بأنه أمام كلام مالك الملك. نعم صحيح. وفي الحقيقة سيدي طيب جزاك الله خير على هذا السؤال، أنا دائما أركز على هذه القضية وكنذكر الناس وكنقول لهم راه الأزمة ديال الأمة اليوم ماشي أزمة معرفة بالحلال والحرام، والدليل على ذلك هو واقع كثير من الناس اللي كيوقعوا في كثير من المحرمات سواء تعلق الأمر بالصغائر أو حتى الكبائر. لما كتسول واش هذه حرام كيقول لك راه حرام. من منا لا يعرف بأن الربا حرام؟ ومن منا لا يعرف بأن الغيبة والنميمة وغيرها من الكبائر وعقوق الوالدين؟ هؤلاء الذين يقعون في مثل هذه الكبائر لو سألته هل تقرأ القرآن قد يكون ممن يقرأ القرآن، وقد يكون ربما ممن يحفظ بعض سور القرآن، إن لم أقول يحفظ القرآن كله، ولكن ماذا لو هذا الإنسان يقع في هذه المحرمات؟ لأن المشكل فين كاين كما ذكرت جزاك الله خيرا في قضية التعظيم لكلام رب العالمين. وهذا التعظيم اللي هو كلام تعظيم كلام رب العالمين فرع عن تعظيم المتكلم بالقرآن الذي هو الله. ولذلك أزمة الأمة اليوم ماشي أزمة معرفة بالشريعة وتفاصيلها والحلال والحرام، وإنما هي أزمة معرفة بالآمر الذي أمر ونهى الذي هو الله جل وعلا. ولذلك المقصد من العلم عموما إنما هو أن يورث الخشية، وإلا فلا بركة لهذا العلم. حينما يقول الله عز وجل إنما يخشى الله
من عباده العلماء. فلما أخي الكريم أعود ونجوب على السؤال ديالك سيدي الطيب ببساطة، لما كنبدا نستشعر بأن هذا القرآن كلام من؟ كلام العظيم. ونمثله بمثال من المحسوس، لو أنك توصلت برسالة من عظيم من عظماء الأرض وقد أمرنا بأن ننزل الناس منازلهم، جاتك واحد الرسالة من واحد السيد الحمد لله عنده مكانة وعنده قيمة وعنده كذا، فتوصلت بها وعليها اسمه وصفته من فلان عظيم من عظماء الأرض، بالله عليك أخي الكريم حاول تعيش معي هذا المشهد، هذا كيفاش غادي تتعامل مع هذه الرسالة؟ لو جاتك رسالة من عند زميل ديال كيف كنقولوا بالدارجة ديالتنا داصر عليه وداصر عليك، ممكن تشدها وتحطها كاع وتقول تا الغدا أنا فيا النعاس عاد باش نقراها، ولكن هب أنه توصلت برسالة من هذا العظيم الذي لا ولم يكن يخطر ببالك أبدا أن مثلك يمكن أن يرسل إليه هذا العظيم وهذه الرسالة، بالله عليك كيف ستتعامل معها؟ حاول تعيش المشهد، غادي تعتني بها أي عناية، ربما غادي تمشي تسد عليك البيت وتقراها وتركز وكيفاش واش أنا أهل لأن يرسل إلي هذا الفلان، ياك ما غلط ياك ما خطأه. فالأمر هنا يتعلق ولله المثل الأعلى، يتعلق برسالة رب العالمين. القرآن هو كلام من؟ كلام العظيم. ولا تستقر العظمة في القلوب ولا تمتلئ القلوب بالعظمة ديال سيد ربي سبحانه وتعالى ونحن لا نعرف الله شكون هو الله تعالى. ولذلك الطريق إلى تعظيم كلام الله أحسب وهو واضح من الأمر هذا هو أن نعظم الذي تكلم به هو الله. ومن جميل ما ذكر من سياقات القرآن الكريم في هذا الباب هو اقتران المعرفة الإلهية بنزول القرآن في آخر سورة الحشر، وهي دعوة أن نتدبر كلام الله عز وجل. يقول ربنا عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. الآيات كنا ربما كنحفظوا أواخر سورة الحشر، ولكن هل تدبرناها وهل تدبرنا جمال هذا الاقتران بين نزول القرآن وبين المعرفة بالرب جل وعلا هو الله؟ فإشارة واضحة، يعني سيد ربي كيقول لنا من خلال هذه المناسبة ومن خلال هذا الاقتران إلا بغيتوا تعظموا القرآن خاصكم تعرفوني، خاصنا نعرفوا الله سبحانه وتعالى. هل عرفنا الله عز وجل خالقا غير الخالقية من شأنها أن تعظم الرب جل وعلا في قلوبنا وبالتالي نعظموا كلام رب العالمين؟ لما تنستشعر مثلا مثال بسيط جدا مما هو معلوم عند علماء الفلك، تخيلوا معايا غير هذه الأرض اللي احنا نمشي فوقها والشمس اللي كنعرفوها كم تمثل الأرض من حيث حجمها بالنسبة للشمس؟ العلماء يقولوا 1,300,000 مرة، يعني تخيل معايا غير هاد 1,300,000 مرة، بمعنى أن الشمس ممكن أنها تستوعب هاد الأرض كلها بحجمها وبشساعتها وبعظمها، تستوعب شحال؟ 1,300,000 مرة. ونجم من أصغر النجوم لعله دعا نجم العقرب يستوعب المسافة أو يستوعب الشمس والأرض والمسافة بينهما. هذا مثال بسيط جدا وقس عليه غيره مما يدل على عظمة الرب جل وعلا. فإذا استقر معنا العظيم في قلوبنا عظم كلامه جل وعلا فينا. ولذلك من الملامح التي يعني يرشدنا إليه القرآن الكريم، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز لأن كلام الله تعالى مبني على الحكمة، لما كيجي واحد الوصف ما كيجيش من قبيل العبث وإنما كيكون مقصود لذاته. لما قال لنا سيد ربي سبحانه وتعالى في سورة الحاقة تكلمني على أهل اليمين وقال وأما من أوتي وأهل الشمال عفوا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، إلى أن قال سبحانه وتعالى إنه لا كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا تعليل، بمعنى هذا الإنسان آل أمره إلى النار، آل أمره إلى ما آل إليه. علاش؟ لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تأملوا معي، ما قالش
إنه كان لا يؤمن بالله، مع أنه كان لا يؤمن بالله، ولكن التأكيد على الوصف إنه كان لا يؤمن بالله عظيما. فإحنا مشكلتنا مع الأسف الشديد نؤمن بالله تعالى، ولكن هل استقر معنى العظيم في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى صاحب أسماء الجلال والجمال، هل استقرت هذه المعاني في قلوبنا؟ إذا استقرت فلا محالة أننا سنعظم كلام الله وسنقبل على القرآن إقبال المتدبرين لكلام الله رب العالمين. وهذا يحرمنا الدكتور زكريا، يحرمنا أن نتساءل ما هو واجبنا نحو القرآن الكريم، واجب أبناء الأمة الإسلامية نحو هذا الكتاب العزيز. واجبنا سيدي طيب هو ما ختمت به الحديث، نعم، حينما يعظم قدر القرآن في قلوبنا سنقبل على القرآن إقبال المتدبرين. ما معنى إقبال المتدبرين؟ ماشي اللي كيقرأ القرآن هكذا واحد القراءة اللي هي سطحية. من المقاصد ديال القرآن الكريم أن نقرأه بتدبر، بل هو أعظم المقاصد. نعم القرآن الكريم كنتبركوا به، نستشفي به، كنتاخذوه في الرقية، ربما يعني نستمتع بكلام رب العالمين وتحيا به القلوب، هذه كلها معاني لا شك أنها مقصودة، ولكن المقصود الأعظم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات هو أن نتدبر كلام الله، تدبر الذي يفضي بصاحبه إلى الإذعان، إلى العمل، تدبر الذي يفضي بصاحبه إلى أن تتحقق فينا معاني القرآن، بدءا بأنفسنا وانتهاء بالواقع الذي نعيش به اللي هو المجتمع كله. لما نقرأ آية القرآن نحس بأن الله يخاطبني جل وعلا. ونعطيه مثال ونحن في هذه العشر الأواخر المباركة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم عائشة رضي الله عنها ومن خلالها الأمة واحد الدعاء جميل جدا نكثر منه ونحن نلتمس ليلة القدر، وهو الدعاء اللي كتعرفوا جميعا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن أخي الكريم، أنت حينما تقرأ القرآن وتقرأ قول الله عز وجل مثلا: خذ العفو، أو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أو قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينبغي أن تسارع إلى أن تكون من العافين. أنت هذه الآية تحفظها ربما وتسمعها، لكن هل لا تدبرتها وأفضى بك تدبرها إلى أن تعظمها في قلبك فتستحيل واقعا عندك فتعفو عمن ظلمك وعمن أساء إليك، وترفع شعار أبي بكر رضي الله عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. وقس على العفو غيره من هدايات القرآن المبثوثة في كتاب الله جل وعلا. القرآن كله إذا تأملناه هو عبارة عن افعل ولا تفعل، عبارة عن ما يسمى بالتقوى اللي هو المقصد من مدرسة الصوم. فلما نقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعي، تنحس بأن الله يقول لي المؤمن ويناديني بأعظم ما يمكن أن يتصف به الإنسان في هذا الوجود. الله. ربنا سبحانه وتعالى لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا يستجيش مشاعرنا بأعظم ما يمكن أن يتصف به الإنسان، يقولك المؤمن يناديك أنت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا، وقس عليها من آيات الكتاب التي هي عبارة عن افعل ولا تفعل، وغايتها أن تحقق لك الهداية وأن تحقق لك الأمن وأن تحقق لك الاستقرار النفسي. لأن الآن كنعيشوا واحد الأزمة ديال الاكتئاب، الناس كيعيشوا الاكتئاب وكذا. الله الله في العودة إلى القرآن، ربنا يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ويقول عز وجل: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقول جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مفهومه أنه أنزلنا عليك القرآن باش تسعد به. تريد السعادة أخي الكريم أختي الكريمة، تريد الطمأنينة، تريد السكينة، قرأ القرآن لكن بمنهج التلقي،
أن تتلقى القرآن وحيا من الله، كتحسبي بأنه وحي من الله تبارك وتعالى، وكأن آية القرآن تتنزل عليك أنت أنت فلان باسمك، وأنت أنت باسمك، والله شرفك وأذن لك في أن تسمع كلامه وأن تقرأ كلامه، ولولا أن يسره لك لم استطعت أن تقرأه أو تسمعه، كما قال ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لكتابه. آمين يا رب. بارك الله فيك الخير لزكريا، أنت رجل رباني ورجل ذاكر ورجل قوام وصوام ومقرئ للقرآن، وحتى أودي الخير تعم المغرب والبلاد الإسلامية جمعاء والإنسانية قطيبة يا رب. ونحمد الله جل وعلا ابتداء أن جعلنا ممن يدركون هذه العصر المبارك، وهذه منة من أعظم منن الله علينا، وجب علينا ابتداء أن نستشعرها من باب شكر رب العالمين على هذه النعمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاغتنام ما بقي من رمضان من هذه الليالي، وأن يغفر لنا ما كان من تقصير وغفلة فيما مضى، وأن يجعلنا ممن صاموا رمضان إيمانا واحتسابا وقاموا ليله إيمانا واحتسابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا ليلة القدر بركتها وخيرها، وأن يجعلنا ممن يقومون هذه الليلة إيمانا واحتسابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لموتانا جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعلهم عندك يا ربي في أعلى عليين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وأنزل عليهم الخير مدرارا، وأدخلهم جنات وأنهارا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، وارحمهم يا ربنا كما رحمونا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا ربنا جنة الفردوس الأعلى مع الصادقين الأبرار، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. شكرا لكم فضيلة الدكتور زكريا سيد، الأستاذ الجامعي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، وأستاذ الدراسات القرآنية، والداعية النشط في العمل الاجتماعي والعمل الدعوي. بارك الله فيكم وأصلحكم الله، وأنتم نموذج من شباب المغرب. الحمد لله احنا الغاية من هذه الحلقة نتعرفوا على شباب المغرب، شباب المغرب الدعاة، شباب المغرب الحمد لله المستقيمين أصحاب الهمم العالية. أنت واحد نموذج منهم الحمد لله، يرفع المشعل. أسأل الله أن يوفقك ويرزقك المدد، ويزيدك ربنا عز وجل المزيد من التألق. جزاكم الله خير سي طيب، وزادكم الله توفيقا وحسنا وبارك فيكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شكرا لكم، شكرا لكم. ونواصل أيها الأحباب الكرام، نستقبل المزيد من هؤلاء الشباب الدعاة النشطين في الحقل الدعوي، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، نريد أن نعرف بهم. اللحظة غنتحولوا إلى داعية خطيب جمعة، رجل فاضل، وهذا اختص في الدعوة خارج أرض الوطن، يهتم بالجالية المغربية المقيمة بالخارج سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها من المواطن. معنا فضيلة الشيخ يوسف الوردي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم. أنا أقول شيخ على اللقب العلمي، ولكن أنت من الشباب الحمد لله الدعاة الصلحاء الفضلاء. أسأل الله أن يجعلنا كذلك إن شاء الله يا رب. سيدي يوسف، أستكمل الحوار معك تبعا لما قلت مع من سبقك من العلماء الأجلاء. نحن في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان وعلى أبواب ليلة القدر، وما يمكن أن تقوله لنا وللأمة الإسلامية وخصوصا لجمهورك خارج أرض الوطن، الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأنت خطيب هناك وداعية في المساجد، ما يمكن أن تقول لنا عن ليلة القدر وعن علاماتها وعن بركاتها حتى نغتنمها ولا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية؟ الحمد لله كثيرا كما أمر، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. بدأ نشكركم على هذه الاستضافة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نحن في هذا الشهر وهو شهر الصيام والقيام، شهر العفو والغفران والبر والإحسان،
هذا الشهر كما تعلمون أن الله جل وعلا جعل صيام نهاره فريضة وقيام ليله نافلة. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. معدودات، هنا الله جل وعلا جعلها معدودات، هذه الأيام أيام الشهر، جعلها معدودات رحمة بعباده، ووصفها بأنها معدودات لأنها سريعة التقضي والذهاب، لأنها سريعة التقضي والذهاب، أي دغيا تمشي تمضي، وكل يوم يمضي يدني من الأجل. جاء في رواية ابن خزيمة وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. إذن هذا الذي يكون في رمضان، من أدرك رمضان فلم يغفر له فمتى يلتمس المغفرة، ومن أدرك مواسم الخيرات والطاعات فلم يغفر له فمتى يرجو المغفرة، ومن لم يستغل هذه الفرصة الذهبية فأي فرصة يرجوها. أما أنا لهذه الأنفس أن تسارع إلى التوبة والاستغفار والندم على التفريط والاستكبار وأن تقبل على العزيز الغفار. في الحقيقة كفانا تسويفا، والله كم من قريب لنا فقدناه، وكم من عزيز لنا دفناه خاصة في الكورونا، وكم من حبيب لنا في اللحد وضعناه. كل ما على الأرض للخراب وأهلها صائرون للتراب ثم يبعثون للثواب والعقاب. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذه العشر الأواخر، وكما تعلمون أنه مضى الثلثان فما بقي إلا أقل من الثلث، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذه العشر. والله عز وجل جعل خير ليالي الشهر أواخرها، لماذا؟ لعل المحسنين يزدادون إحسانا، ولعل المقصرين يستدركون التقصير ويتوبون من التفريط، يكون في سجل المقبولين وعداد المرحومين. لهذا هذه الليالي أذنت بالرحيل في الحقيقة، ولم يبقى منها إلا القليل. من هديه صلى الله عليه وسلم أن هذه العشر كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، ويخصها بمزيد طاعة وعبادة. جاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، تقصد العشرين الأولى للرمضان، أي يصلي وينام، يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. وعنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ما معنى شد مئزره؟ من العلماء من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، ومنهم من قال المراد اعتزاله للنساء، ويؤيد هذا اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. والمعلوم أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء لقوله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما أحيا ليلة بمعنى أنه أحياه بالسهر في العبادة، وأيقظ أهله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في العشر دون غيرها من الليالي، كما قال علي رضي الله عنه، والحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا: ألا تقومان فتصليان؟ وذكر ذلك رواه ابن رجب. ويتجه إلى حجرات نسائه آمرا قائلا: أيقظوا صواحب الحجر، أي الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تظن أنها كاسية سواء من ناحية الكسوة أو المادة أو شيء من هذا القبيل، لكن تأتي يوم القيامة عارية من الحسنات. والحديث رواه البخاري. وجاء في الموطأ للإمام مالك أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى.
وكانت امرأة حبيب الفارسي تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قريب، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. لهذا يرى سفيان الثوري رحمه الله يقول: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله، أي يوقظ أهله وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاق ذلك. فلهذا علينا كل من يطيق الصلاة أن نوقظه للصلاة لينال من أجر هذه الليالي المباركة. وقال بعض العلماء نعم. ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجات. الله جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما أريد أن أشير إليه المعنى ديال إحياء العشر الأواخر ماشي هو استغراق الليل كله في الصلاة والتهجد، لا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان، في رواية مسلم. والسنة هي إحياء هذه العشر الأواخر بالطاعة، ولكن بالقرب المتنوعة تكون قولية وعملية، مثلا من قيام الليل وقراءة القرآن والذكر وإصلاح ذات البين وزيارة المريض وذوي القربة والتودد إلى الوالدين وغير ذلك من صالح الأعمال. فهذا كله إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكي تسمى أنه قضى ليلة القدر على الوجه المطلوب. سي يوسف الوردي، جزاكم الله ألف خير. بالنسبة لليلة القدر، جرى العرف عند المغاربة وعند المسلمين أنها ليلة 27، والأصل أنها هي خفية في هذه العشر الأواخر. صحيح. يعني ما هي العلامات التي تدل على أنها ليلة 27، وكيف يمكن أن نقيمها؟ ماذا نفعل؟ ماذا ينبغي للمسلم أن يبذل له من جهد في هذه الليلة حتى يكون من الفائزين وممن أكرمه الله بعتق رقبته من النيران؟ جاءت أحاديث في أن في 27، وجاءت أحاديث غير 27، على أن الراجح هو أنها في الليالي الوترية، أي في الوتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل، هذا هو الراجح إن شاء الله. لكن سأذكر بعض العلامات بها قد يهتدي المسلم إن شاء الله إليها، لأن من بين هذه العلامات هناك علامات تقع في بداية عند أثناء ليلة القدر وعلامات بعدها. لكن قبل أن أذكر هذه العلامات لابد أن أبين فضل هذه الليلة، ومما يزيد هذه الليالي الغاليات عندنا العشر مما يزيدها فضلا وبركة وأجرا ومثوبة انضمام ليلة القدر إليها، تلك الليلة المباركة الشريفة القدر، وكون معلوم أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الليلة يتنزل الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام والملائكة الكرام ليشهدوا مواطن الذكر والقيام بإذن رب الأنام. وفي هذه الليلة يقضى من اللوح المحفوظ كل أمر محكم من الآجال والأرزاق وغير ذلك في السنة، فيها يقضى كل أمر حكيم، حتى أن ملك الموت ينسخ من اللوح المحفوظ اللائحة وأسماء الأموات من ليلة القدر هذه إلى ليلة القدر المقبلة. وهكذا تبتدئ هذه الليلة من غروب الشمس وتنتهي عند طلوع الفجر، والعبادة فيها خير من ألف شهر، أي خير من العبادة في أكثر من 83 سنة. قال صلى الله عليه وسلم عنها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. فيها يفتح الباب ويقرب الأحباب ويسمع الخطاب ويرد الجواب. وهذه الليلة منها العلامات كما ذكرت، سأذكر العلامات التي تكون في ليلتها أي أثناءها. من بين هذه العلامات ما رواه أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إن أمارة ليلة القدر أنها صافية، تكون صافية، السماء صافية صافية، بلجة، ما معنى بلجة؟ أن تكون مشرقة منيرة، كأن فيها، قال صلى الله عليه وسلم، كأن فيها قمرا ساطعا، ساطعا أي منيرة، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة، أي لا عواصف ولا قواصف، ساجية، قال ساكنة، ساجية بمعنى أنها ساكنة أيضا، ساجنة، ساجنة، ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يذكر حين طلع القمر مثل شق جفنه، الشق والنصف والجفنة، وذلك الإناء الكبير الذي يضع فيه الطعام، فهكذا هذه كالقصعة نصفها شق ونصفها يظهر القمر، إذا ظهر القمر عند غروب الشمس وظهرت هذا القمر فاعلم أنها ليلة القدر، إذا ظهر ذا الشق شق جفنة كشق جفنة. وفي رواية أبي داود والبيهقي والحاكم والبزار قال صلى الله عليه وسلم: ليلة سهلة هي يسيرة فيها طمأنينة وسكينة، يشعر بهذا المؤمن الصادق. ليلة سهلة طلقة، طلقة وجه طلق، طلقة مضيئة منيرة، لا حارة ولا باردة، ونحن نقول بالدارجة الجو محار ما بارد، الجو مزيان، لا حارة ولا باردة. هذه العلامات التي تكون أثناءها إلى شافها الإنسان يدرك أنها لا شك ليلة القدر. لكن هذه العلامات هذه ليحرص الإنسان ويزداد من العمل الصالح. أما العلامات التي تكون بعد انقضائها، هذه ما جاء في رواية مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأماراتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، أي هذه الشمس تطلع بيضاء لا شعاع لها، من الإنسان يقدر ينظر الشمس ولكن هذاك الشعاع يشوفها مباشرة كأنه ينظر إلى القمر، لا يؤثر فيه شعاع الشمس، ليس موجود أصلا. وفي رواية أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أماراتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. لا يحل للشيطان أن يخرج من أن يخرج فيها يومئذ، يعني أن الشيطان، أن الشمس تطلع على قرن الشيطان، ولكن صبيحة ليلة القدر لا تطلع على قرن الشيطان. اللهم اجعل لي سأفر نصر. وهنا قال أن يومها بيضاء لا شعاع لها، أي أنها تطلع غير ناشرة، غير ناشرة أشعتها، وذلك لغلبة أنوار الملائكة على ضوئها. الله أكبر. لما تطلع الملائكة ولها أنوار، لما تستحد الأنوار هذه فلا يظهر، لا يظهر ضوء الشمس ولا شعاع الشمس أمام هذه الأضواء. الله هذه العلامات في ليلتها. نعم، نسأل الله أن نكون من أهلها. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في استباق الخير فيها والتزود للآخرة. ولكن الأمارات التي ذكرها بعدها تكون بمثابة المبشر لمن عمل الصالحات فيها والطاعات والقربات وتقرب إلى رب الأرض والسماوات، وتكون بمثابة المحصر لمن ضيع وفرط في جنب الله. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. السيد بردي، بغينا واحد دعوة دي الخير، نطلب من ربنا عز وجل أن يوفقنا لقيام هذه الليلة وأن ندرك فيها أوفر النصيب. دعوة دي الخير، ربي عز وجل يوفقنا جميعا ويصرف عنا وساوس إبليس ويصرف عنا المشاغل حتى نكون من الفائزين في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. اللهم يا غيات المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويواصل المنقطعين، ويجابر المنكسرين، يا الله وفقنا لقيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وتقبلها منا واعتق رقابنا من النيران. اللهم ارحم ضعفنا يا الله. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، واجعل قلوبنا تطمئن بذكرك، وانزل السكينة في قلوبنا، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها.
اللهم عافنا في قدرتك، وأدخلنا في رحمتك، واقض آجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وأرضينا من العيش بما قسمت لنا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل قبورنا بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجينا من كرب يوم القيامة، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ولا تحرمنا الحوض، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار، وعلى آله أطهار أصحابه الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعنا مع فضلك ومنك يا عزيز الغفار، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله سعيكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ الداعية يوسف الوردي، الخطيب والواعظ بعدة مساجد بأوروبا وأمريكا وبالوطن العربي. شكرا لك على هذه التنويرات وعلى هذه الفتوحات، بارك الله فيكم وزادكم الله تعالى بسطة في العلم والجسم. آمين يا رب. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيكم. العفو. ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ما زال معنا نخبة من الدعاة الشباب المغاربة النشطين في الحقل الديني، لكن نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، نواصل هذا اللقاء المبارك، وقد كنا مع حوار ودردشة مع نخبة من الشباب، شباب الأمة الإسلامية، الذين هم مختصون في الدعوة إلى الله تعالى. منهم من هو مجتهد على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم هو نشط على مستوى المؤسسات التعليمية العليا، ومنهم من هو مجتهد على مستوى المنابر وكراسي الوعظ والإرشاد، ومثل هؤلاء كثير كثير جدا. وكل هؤلاء الشباب إنما هم يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة إلى الله تعالى هي منهج الأنبياء ومنهج المرسلين، وكل من انتصب للدعوة إلى الله فهو معصوم بإذن الله تعالى، محفوظ ببركة الله عز وجل. أينما حل وارتحل قد تعترضه صعوبات، قد تأتيه عراقيل، قد تأتيه شدائد، ومع كل هذا فهو لا يخاف ولا يخشى، لأن الله تعالى وعد بأنه معصوم من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى آخر الآيات. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى مناهج الدعوة، فماذا قال؟ قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني يا محمد أنت ومن معك ادعو إلى سبيل ربك، لا تدعو إلى سبيل آخر، هناك سبل متعددة، هناك اتجاهات ومدارس ومناهج وإيديولوجيات مختلفة، إياك أن تكون من الذين صاروا في أهواء شتى. أدعو إلى سبيل ربك، المنهج الذي ينبغي أن تدعو إليه هو سبيل الله. والله ربنا سبحانه وتعالى قال بماذا سوف ندعو؟ قال بالحكمة. الحكمة هي العقل، هي المنطق. يعني هناك فئة من الناس إذا دعوتهم لن يستجيبوا لك إلا إذا أقنعتهم، هو ممكن أن يستجيب لا يعترض، لكن يريد الإقناع، الإقناع بالعقل، الإقناع بالمنطق، الإقناع بالأدلة والبراهين التي لا غبار عليها. فلا بد للداعي أن يكون متمكنا في الحكمة، وهذا يقتضي منه أن يقرأ الفلسفات والإيديولوجيات والمناهج العقلانية وكل ما يتعلق بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك فئة ثانية لا تحتاج معها إلى الحكمة، هم يحتاجون فقط إلى الموعظة الحسنة، يحتاجون إلى ترقيق القلوب، تذكرهم بالله،
تذكرهم بالموت وبعذاب القبر وبالبعث والنشور، وتذكرهم بما أعده الله تعالى من نعيم في الجنة وما خوف به المخطئين النار. يكفيهم الموعظة الحسنة فتجدهم يتزاحمون في العمل الصالح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه فئة أخرى ثالثة، هؤلاء الخصوم، هؤلاء خصوم الذين يرفضون الدعوة وينكرونها بل ويطعنون في الدين. كيف نتعامل معهم؟ ربنا قال وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه صيغة تفضيل، بمعنى أننا نحترم الحوار مع الآخر ونحترم المخالف ونجادله. الجدال يقتضي الرأي والرقي المضاد، هناك رأيان متضادان جدال. والأسلوب المعتمد لا يكون بالسب والشتم والنقصان وإنما بالتي هي أحسن، يعني اختر أفضل الأساليب وأجمل الطرق للحوار. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية القرآنية من سورة النحل، ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها المنهج المعتمد في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أبناء الأمة الإسلامية للاجتهاد في الدعوة، وكان يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. والآية قد تكون ربما آية واحدة، الفاتحة فيها سبع آيات، الفاتحة فيها سبع آيات. لهذا نجد أن هناك بعض أهل التبليغ والدعوة إلى الله يدعون إلى رب العباد وهم ما عندهم علم، لم يجلسوا أمام المشايخ، لم يدرسوا دراسات عميقة ومستفيضة، مجرد تكوين بسيط وينطلق للدعوة. فإذا قلت له لكي تدعو إلى الله عليك أن تقرأ علما وفيرا، هناك علوم كثيرة، هناك علوم القرآن، علوم الحديث، علوم الفقه، علوم العقيدة، علوم المنطق، علوم اللغة، فيقول ليس هذا الأمر كله ينبغي أن يكون. سيدنا النبي قال بلغوا عني ولو آية، الفاتحة فيها سبع آيات، فيقول بأن العالم يقرأ كثير ويبقى في مقامه، هو مثل البئر، البئر الذي يقصده الناس العطشانين لكي يسقوا من مائهم. أما هذا الداعية إلى الله فهو مثل السحابة، هي تسير في الأرض وحيثما وجد هناك جذب تمطر الغيث. وهذا معنى بلغوا عني ولو آية. ولكن هذا كله يقتضي من المسلم أنه يتعلم تقنيات وأساليب الدعوة وهي كثيرة ومتعددة، خصوصا في عصرنا هذا، عصرنا كثرت فيه الآراء والأفكار والرؤى المختلفة وأحيانا المتضادة، فلا بد أن يكون للإنسان على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، سيدنا النبي لما أراد أن يفسر هذه الآية خط خطا طويلا وخط إلى جانبه خطوطا صغيرة، قال هذه سبيل الله وهذه سبل متعددات، على كل سبيل منها شيطان يدعو إلى نفسه. فإذا أردتم أن تدعو فادعوا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وربنا سبحانه وتعالى جعل أفضل الأعمال على الإطلاق، أفضل الأعمال التي ربنا سبحانه وتعالى يحبها ويرضاها، وهي أن يكون للإنسان اهتمام بهذه الدعوة. فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآيات جاءت في سورة فصلت، ربنا يتكلم عن أفضل العمل، أفضل العمل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنك تدعو إلى الله عز وجل بلسانك وبحالك وعمل صالحا، يعني ينبغي لمن يدعو إلى الله أولا أن يمتثل هذه التعليمات،
أن يعمل صالحا في أخلاقه وسلوكه ومنهجه. وقال إنني من المسلمين، أي أنه يفتخر بأنه مسلم ويرفع لواء الإسلام ويسعد بأنه ينتمي، لا يخشى ولا يتخفى. ثم إن هذه الدعوة الإسلامية أيها الأحباب الكرام هي نعمة عظيمة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للدعاة جميعا، دعا لهم دعوة خير، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فنقله إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نضر الله امرأ يعني جعل وجهه نظرا، جعل وجهه مقبول عند الناس، من رآه يحبه. من هو هذا؟ من سمع منا حديثا، يسمع قول النبي الكريم فينقله إلى من لم يسمعه ولكن يفهمه حتى لا يغير ويبدل المعنى. فرب فقيه أو رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لأن الفقه مراتب والناس عندهم درجات في الفهم وفي الإدراك. فهذه الدعوة الإسلامية هي أمانة لنا جميعا أيها الأحباب الكرام، هي دعوة ليست على المستوى الوطني ولا على المستوى القطري ولا على المستوى الجهوي، هي مستوى العالمي. فالدعوة الإسلامية من خصائصها أنها دعوة عالمية، ليست فقط للعرب أو لأهل الحجاز أو لأهل بلد دون آخر، وإنما هي للناس كافة إلى قيام الساعة. فربنا عز وجل قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فئة كبيرة من الناس لا يكادون يتوقعون بأن يكون الإسلام يكون عالميا. لماذا؟ لأن الإسلام بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ثم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان عدد المشاركين حوالي 40، سيدنا عمر بن الخطاب كان رقم 40، ولكن فيما بعد بدأ ينتشر في مكة ثم في المدينة ثم في البلاد العربية حتى وصل إلى بقاع وأقطار شتى. نحن في المغرب أبعد نقطة عن مكة والمدينة وصل إلينا، ويقال وصل من طنجة إلى جاكرتا، من طنجة إلى جاكرتا. والآن عدد المسلمين في العالم ما يزيد عن 1,200,000,000، 1,200,000,000، وربما في السنوات المقبلة والقرون المستقبلية سيكون الإسلام أكثر من هذا. وهناك دراسات تثبت بأن الإسلام سوف يشرق من الغرب، شمس الإسلام تشرق من الغرب، كما كتبها مالك ابن نبي المفكر الجزائري الكبير. وهذا فعلا سيأتي يوم من الأيام، يكون الكوكب الأرضي كله فيه الإسلام. وهنا نفهم معنى قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو الدين المقبول عند الله عز وجل. طبعا الذي لم تبلغه الدعوة الإسلامية هو غير ملام، والذي بلغته الدعوة الإسلامية مشوهة. هناك في الغرب أناس بلغتهم الدعوة الإسلامية مشوهة، كإذا سألته ما هو حقيقة الإسلام بالنسبة إليك يقول: دين فيه تعدد الزوجات، ودين لا يسوي بين المرأة والرجل في الميراث، ودين يميل إلى الحروب وسفك الدماء. هذه الصورة والانطباع الذي وصل عند العديد من الناس في أوروبا وفي أمريكا. طبعا هؤلاء لا يلامون، لأن الإنسان إذا وصله فكر خاطئ فهو لا يلام. ربنا عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والمطلوب أن أهل الإسلام يسعون إلى الدعوة والاجتهاد لكي يجددوا أساليب الدعوة حتى تنتشر في كل بقاع العالم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومركز القوة في القرآن العظيم، مركز القوة في القرآن العظيم، لأن كل شيء ممكن أن يضيع، كل شيء ممكن أن يتبدل، كل شيء ممكن أن يتغير إلا القرآن الكريم. لماذا؟
لأن ربنا وعد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنحن سعداء بكون ربنا عز وجل تكفل بنفسه العلية بهذا القرآن، يكون محفوظا من التبديل ومن التغيير. ونحن في هذه الأيام من رمضان نصوم العشر الأواخر ونتحرى ليلة القدر، وفي هذه الليلة أنزل الله تعالى كتابه العزيز من السماء الدنيا، أنزلها إلى 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 إلى, إلى السماء من علياء السماء إلى السماء الدنيا، ثم أنزله جميعا كليا إلى السماء الدنيا، وبعد ذلك صار يتنزل منجما حسب الوقائع والأحداث حتى اكتمل على مدى 23 سنة على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صيامنا ويتقبل منا قيامنا ويتقبل منا ختم القرآن العظيم. وباسمكم جميعا أيها الأحباب الكرام أشكر كل الشباب الذين شاركوا معنا، الدعاة المغاربة الشباب الأجلاء، كل من فضيلة الشيخ ياسين العمري، وكذا فضيلة الدكتور زكريا فايد، وكذا الشيخ الجليل يوسف الوردي. كنا نتمنى أن يمر معنا بقية الأسماء المذكورة من العلماء، لكن ربما تعذر عليهم الأمر. نسأل الله تعالى أن يوفق ونستضيفهم في مرحلة ثانية ثالثة ورابعة وخامسة بإذن الله. هذا فخر لنا، فخر لإذاعة ميد راديو أن تستقبل الدعاة المغاربة الأجلاء أصحاب الفكر الوسطي الاعتدالي. وأسأل الله تعالى أن يبارك في علمهم ويبارك في جهودهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. ونبقى أيها الأحباب الكرام مع فاصل قصير، ثم نعود لنرفع الدعاء إلى الله تعالى في هذا الوقت المتأخر من الليل، لعله ساعة إجابة. فاصل ثم نواصل. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، نرفع أكف الضراعة إليك في هذا الوقت المتأخر من الليل، نرجو منك يا ربنا أن تتقبل صيامنا وقيامنا وتوفقنا لختم كتابك العزيز، وتوفقنا للبدل والصدقة والإحسان ولكل عمل صالح تحبه وترضاه. اللهم يا رب العالمين فرج العم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم خذ بأيدينا في المضايق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه، واعصمنا يا مولانا من الزلل، ولا تسلب عنا ستر إحسانك، وقنعنا يا رب بما أعطيتنا، وقنا مصارع السوء، واكفنا يا ربنا كل شر، والطف بنا فيما جرت به المقادر. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم والدين، ونسألك اللهم بركة في العمر والرزق، ونسألك اللهم توبة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وجوازا على الصراط، وخلاصا من الحساب، ونصيبا وافرا من الجنة، والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان. اللهم يا رب وأعطنا من واسع رزقك الحلال ما تصون به وجوهنا من ذل السؤال لغيرك، إنك أنت المعطي الوهاب الرازق بلا حساب. اللهم يا رب العالمين إنا دعوناك ثقة بكرمك، وطمعا في رحمتك، وسعيا وراء مرضاتك. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. ربنا إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.